بيبدأ فيلمنا مع جاك اللي بيكون واحد من الشخصيات السياسية المشهورة، وبيحكي لنا انه كان مترشح للانتخابات لكنه بيخسرها، بس مش بيهتم بالخسارة، وبيبقى واضح عليه انه مش مهتم اصلا بالمجال السياسي. وبيعرض على مراته ماجي لو ياخدوا بريك ويغيروا جو ويروحوا بيت ابوه القديم يقضوا هناك الاجازة، وبيحكي لنا ان مراته ماجي محامية مشهورة وكبيرة جدا، وانها هي اللي بتساعده وهي اللي خلته من الشخصيات السياسية المعروفة. وفي الطريق بنعرف انه كان عايش لوحده مع والده، وبيحكي لنا انه ما راحش البيت ده من يوم ما ابوه توفى، ولما بيدخل البيت بيكون زي ما سابه من ايام ما كان مراهق، وبيفتكر ذكرياته في البيت، وبيكون البيت محتاج يتنظف. وجاك بيدخل اوضته القديمه وبيلاقي صوره في برواز مع حبيبته القديمه، وبيحكي لنا ان اسمها اليز، وبنعرف انها كانت جميله جدا، وكمان انها سافرت رحله من 20 سنه للفضاء تبع مؤسسه بتختار ناس يعيشوا في مستعمرات اكتشفوها في الفضاء، وانها سافرت مع والدها وما رجعتش. ومراته بتدخل فجاه وبتشوف الصوره وبتقول له انها لطيفه جدا، وبيكملوا النظافه في البيت لكن الكهرباء بتكون فاصله ومش بيعرفوا يصلحوها، فبيقول لها انه له صاحب اسمه باتريس، وبيحكي لنا انه صاحبه من ايام الطفوله وانه عارف كل حاجه عن حياه جاك، وهيجي الصبح عشان يساعدهم في تنظيف وتصليح البيت. وبيقعدوا يحكوا مع بعض طول الليل، والصبح بينزلوا السوبر ماركت يشتروا شويه طلبات، فجاك بيمشي بعيد عن مراته عشان يشتري خمره وبيبقى مش عايزها تشوفه، لكن بيتفاجئ بحبيبته القديمه اليز اللي بتكون موجوده في نفس المكان، لكن بتكون في نفس السن اللي سافرت فيه اللي هو 18 سنه، وبيفضل متوتر وقلقان ومش مصدق ان دي هي اليز، لحد ما تخبط فيه وتقع من ايديها علبه الميبل اللي كانت ماسكاها، وهنا بيتاكد انها هي، لكن هي مش بتاخد بالها منه. وبيرجع البيت وبيكون صاحبه باتريس وصل وبيسلم عليه وبياخده عشان يصلح الكهرباء، وبنعرف ان باتريس عامل شاطر جدا. واول ما مراته بتمشي بيقول له انا شفت اليز في السوبر ماركت، وبيحكي له اللي حصل، وصاحبه بيكمل له الحكايه وبيقول له انا عرفت انها لسه راجعه من كام شهر للمدينه، وانها قعدت 20 سنه في الفضاء وما كبرتش في السن بسبب سرعه الضوء. وبيفضل جاك يساله عنها وعن مكانها، لكن باتريس بيقول له انها مش هتعرفه لان هي دلوقتي عندها 18 سنه بس ومش هتصدق انه جاك حبيبها. وبيفضل جاك يفكر طول الوقت وكمان بيراقبها من بعيد، وبيكون بيجري مع مراته في الغابه وبيحكي لها الحكايه، وبيبقى خايف من رد فعلها لكنها مش بتزعل، وبتقول له احنا ممكن نعزمها على العشاء. وجاك بيجهز نفسه عشان ينزل يقابلها ويعزمها على العشاء، وبتكون اليز عايشه مع ابوها اللي كان معاها في نفس الرحله. وبيوصل جاك البيت بتاعها وبيخبط على الباب، وبتفتح اليز لكن بتحصل حاجه غريبه جدا. اليز بتعرف جاك وبتحضنه وبتقول له انا عرفتك من ساعه ما شفتك في السوبر ماركت، فبيديها العلبه وبيقول لها دي اللي وقعت منك في السوبر ماركت، انا اشتريتها ليكي. بتقول له لا انا كنت شغاله هناك وما كنتش بشتري حاجه. وبيعزمها على العشاء وبيعرفها انه متجوز، فبتتضايق جدا ومش بتعرف تقول ايه. وبالليل بيتصل واحد من اصحاب جاك عشان يقنعه يترشح في الانتخابات مره تانية، بس المره دي عشان يبقى في منصب المحافظ، وبيقول له ان دي فرصه حلوه ليك وهتساعدك، لكن جاك مش بيرد عليه. وبتوصل اليز ومعاها ابوها وبيرحب جاك ومراته بيها، وبيفضلوا يحكوا عن الرحله. وبتسال ماجي اذا انتوا اتقابلتوا زمان، واليز بتقول لها انها كانت بتحجز تذكره في السينما والفلوس بتاعتها وقعت وجاك بيديها لها، وبتقول بس خد منهم عمله معدنيه، وماجي بتاخد بالها ان دي العمله اللي طول الوقت جاك ماسكها في ايده. وبتسال اليز ماجي وبتقول لها انت عرفت جاك ازاي؟ قالت لها كنا بناكل في نفس المكان واتقابلنا وبعدها بسنتين اتجوزنا. وبتكمل اليز حكايتها عن الرحله وبتقول لجاك انها اول ما فتحت عينيها كانت مبسوطه جدا بشكل النجوم والفضاء، وانها كمان ما حسيتش انها نامت فتره طويله. ولما اليز بتدخل المطبخ مع ماجي عشان تعمل الشاي بتقول لها انك دلوقتي لسه طفله ولازم تعملي خطط لنفسك عشان تبقي حد ناجح زيي، وبتبقى بتتكلم معاها بغرور جدا وبتقول لها حلو الفستان بس انت ليه حاطه ميك اب كتير، عشان تلفتي نظر جاك. وبتسيبها وبتخرج، وبتفضل تعيط وتمسح الميك اب، وبعد شويه بتخرج من الحمام وبتسال جاك انت لسه بتحب التجديف زي زمان؟ فماجي بتتضايق انها عارفه عنه حاجات هي ما تعرفهاش وبتبتدي تغير منها. واليز بتقول ايه رايك نروح بكره البحيره؟ فبيوافق جاك وماجي. وتاني يوم اول ما بينزلوا البحيره جاك مش بيبقى قادر يجدف زي زمان، وبيفضل يقع من فوق القارب. وبيفضل جاك يحكي مع اليز انه اتاثر جدا لما سافرت، وانه خد سنه عشان ينساها، لكن مش بتبقى عارفه تزعل ولا تعذره وبتسيبه وتمشي. وتاني يوم ماجي بتفضل تتكلم مع جاك وتضغط عليه عشان يوافق على الترشيح لمنصب المحافظ، فبيوافق وبتقول له اجهز عشان عندك انترفيو بكره. وبالليل باتريس واليز بيروحوا البيت لجاك عشان ياخدوه معاهم وينزلوا يسهروا، وبينزل معاهم وبيكون في شاب صغير عارف جاك وبيتصور معاه، وبعدها بيعاكس اليز وبيقول لها تسهر معاه لكن بترفض، وبتشتغل اغنيه كانوا بيحبوها فبيقوم يرقصوا عليها زي زمان. وبيقعد جاك يتنطط كانه شاب مراهق، وبيفضلوا سهرانين طول الليل، وبيفضل يحكي مع اليز وبيوريها جاك انه لسه شايل معاه العمله بتاعتها،
وبتعترف أليس بحبها لجاك، لكن بيقول لها أنه لازم يمشي عشان اتأخر، وبيحس بالذنب جدا ناحية مراته. وأول ما بيرجع البيت بيحضن مراته وبيقول لها أنه بيحبها جدا، والصبح بيروح يعمل مقابلة على التلفزيون عشان المنصب الجديد اللي مترشح له. لكن المذيعة بتصدمه وتعرض له فيديو متسرب ليه من السهرة بتاعت امبارح مع المراهقين الصغيرين. بيقول لها أنا في أجازة، وأنه لو فاز في الانتخابات هيعيش حياته زي ما هو عايز، مش هيكذب وينافق زي باقي السياسيين، وأنه عمل كده وكان مبسوط باللي بيعمله. وبيقوم وما بيكملش المقابلة. وأول ما روح بيتخانق مع مراته ماجي عشان اللي حصل، فبيقول لها إنه ما كانش عايز يترشح بس هي اللي جبرته. فبتقول له أنت ليه كذبت عليا وقلت لي إن العملة دي بتجيب لك الحظ؟ وبتقول له إنه لسه بيحب أليز، وبيسيب البيت وبينزل مع صاحبه وبيقول له إنه لسه بيحب أليز. فباتريس بيقول له أنت لو عملت كده هتخسر مراتك وكمان شغلك. فبيقول له إن الشغل بتاعه مش اختياره لكن اختيار ماجي، وبنعرف إن كل حياة جاك من قرارات ماجي مش باختياره هو، وبيبقى مش عارف هو عايز يعمل ايه. ولما بيرجع بيلاقي مراته بتجهز كل حاجة عشان ترجع بيتها تاني، وبتقول له الناس معجبة جدا باللقاء بتاعك والتلقائية اللي اتكلمت بيها، وكمان في احتمال انك تبقى مرشح للرئاسة بعد فترة مش كبيرة. والصبح بيروح جاك لأليز وبيقول لها انه كان ممكن نكمل مع بعض لو ما كانتش سفرة الفضاء. فبتقول له ان لسه قدامهم فرصة، لكن بيودعها. فأليز بتقول له ان المستعمرة اللي سافرت ليها اختارتها انها تكمل فيها، لكنها غيرت اسمها مع اسم حد اترفض عشان ترجع الارض تاني وتعيش معاه، وانها كانت عارفه انه هيكون عنده 40 سنه لكنها وافقت عشان بتحبه. وبتسيبه وبتدخل البيت، لكن جاك بيشدها وابوها بيجي وبيضرب جاك عشان بيتهجم على بنته. وبالليل بيسيب البيت وبيرجع، وبيبقى عنده لقاء فبيرفض وبيخرج منه. وبتيجي مراته عشان تديله ورقه يمضي عليها، وبيقول لها دي ايه؟ بتقول له عقد بيع بيت والدك. فبيرفض وبيقول لها انه مش حابب يعيش بطريقتها واوامرها، وبيقول لها انه عايز يرجع لأليز، لكن بتكون بعت البيت. وبيطلب من باتريس صاحبه يوصل لها جواب مكتوب فيه انه لازم تعيش حياتها كاملة زي ما هو عاش، وانه هيسافر لمستعمرة الفضاء عشان عمره يقف ويرجع يبقى في نفس سنها، ولما يرجع بعد 5 سنين هيستناها في المكان اللي شافها فيه اول مرة. وبعد 5 سنين جاك بيرجع وبيستناها وبيكملوا حياتهم مع بعض. وبكده بيكون فيلمنا خلص، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل الملخصات الجديدة، وما تنساش تشترك في قناة فيلم في السهرة. سلام.